طبعا في البداية كنا عايزين نعرف حضرتك إزاي شفت مسلسلات رمضان في الموسم ده السنة دي؟ الموسم اقدر اقول ان هو موسم جيد جدا، موسم فيه افكار جديده، فيه شغل فني اكتر، تطور كبير عن المواسم السابقه، نتيجه شغل كتير حصل على المسلسلات، افكارها، تصويرها، اخراجها، طريقه تقديمها في العموم. احنا السنة دي اقدر اقول ان احنا قدرنا نوصل لمرحلة انه في مسلسلات عندنا اتعملت السنة دي نقدر نعرضها على منصات عالمية، وده نتيجة تجارب واخطاء ونتعلم منها طوال المواسم اللي فاتت علشان نقدر نرجع الموسم الرمضاني زي ما كان ليه وهج كبير قوي، وفي عدد أعمال جيدة بتتنافس جوه الموسم. احنا فقدنا ده شوية واتعلمنا من أخطائنا، وبقت النتيجة زي ما احنا شايفينها في موسم 24 على ما أظن النتيجة جيدة. صحيح. طيب يعني أستاذ مصطفى، من وجهة نظرك شايف إيه أهم المسلسلات اللي حققت نجاح السنة دي؟ في يعني مسلسلات بالأسماء كده. يعني تعال نتكلم على انه في الحشاشين، في جودر، في بدون سابق انذار، في لحظة غضب، عندنا بابا جه، من الناحية التانية بعيدا عن انتاجات الشركة المتحدة، في اشغال شقة، في صلاة رحم، ومن في افضل كامل العدد، في كامل العدد طبعا، ممتاز طبعا. في مجموعة اعمال السنة دي نقدر نقول انها جيدة جدا وواصلة لمرحلة من الجودة الفنية، صحيح. وده نتيجة انه كان في اصرار من الانتاج انه يحاول يعدل الدورة الانتاجية، صحيح. انه الاول كان فكرة بتتعرض على نجم ولا نجم يشوف مسلسل اجنبي فيعرض فكرة على الشركة فالشركة تجيب مخرج فاخر حد بيتجاب هو الكاتب. الموضوع بقى مختلف، انه لا نرجع للاساس بتاع الحدوتة، انه الكاتب بيكتب الفكرة ومسلسل سواء 30 حلقة ولا 15 حلقة بياخدهم المخرج فشركة الإنتاج فالنجوم. فكانت النتيجة إن إحنا عندنا أعمال ذات مستوى فني راقي جدا جدا، نتيجة إنه الفريق كله عارف هو إيه من أول حلقة لحد آخر حلقة، مش بيتفاجئ وهو بيصور أصل المشهد ده هيتحط في الحلقة الفلانية، طب هي فين الحلقة دي؟ ما هي مش موجود، هو مش عارف ايه المشهد اللي قبليها ولا ايه المشهد اللي بعديه. فالنتيجه بتخرج انه الممثل بيبقى تايه، المخرج نفسه تايه، هو مش عارف اول العمل من اخره ايه، هو مش فنقدر عارف نقول اصلا ان هم تطور الشخصيات ايه، هو مش عارف الشخصيات دي هيجرى لها ايه، هو متقال له في المعالجه انه هنوصل لمرحله ان الشخصيه تبدا بالشكل الفلاني وتنتهي بالشكل الفلاني، طب واللي في النص ده ايه؟ ما هو فاضي بالنسبه له، هو مش عارف يظبط ايقاع العمل، مش عارف يظبط ايقاع الممثلين، مش عارف يظبط ايقاع التصوير والمونتاج. نقدر نقول ان السنه دي تم معالجه كل الحاجات دي او طبعا الاخطاء بنسبه دي. كبيره، بنسبه صحيح. كبيره. احنا في الاخر عندنا امل في انه كل سنه بيتطور عن اللي بعدها، بس احنا السنه دي لا، احنا عندنا منتج فني جيد نقدر النهارده نعرضه على، عايزين صحيح. نعرضه على واحنا نتفليكس ده نقدر شفناه. طيب طيب لو هنتكلم بالنسبة للنجوم، عايزين نعرف أهم النجوم اللي فعلا تألقت في هذا الموسم. طيب احنا لو هنتكلم على النجوم اللي تألقوا السنة دي نقدر نقول ان احنا عندنا طبعا كريم عبد العزيز، ياسر جلال، اياد نصار، اسر ياسين، صبا مبارك، عائشة بن احمد، عندنا جهان الشمشيرجي، عندنا اسامي كتير منورة، بس انا بالنسبه لي النجوم الاساسيين اللي هم منورين بجد هم نجوم الصف الثاني، الشباب اللي ظهروا واللي جايين من المسرح بالاساس عندهم تجارب مسرحيه مهمه وانتقلوا للشاشه وخدوا مساحات، زي مثلا محمد علي رزق في صدى العارب، زي محمد يوسف اوزو في صهبان البلان في الحشاشين، زي احمد ماجد برضو وصاد العارب،
زي في اسامي يعني لو الواحد مش عاوز ينسى حد زي جهاد حسام الدين في بدون سابق انذار، جيهان الشمشرجي وآية سماحة في كامل العدد، انتصار في عدة أعمال مشاركة في كذا حاجة، في أسماء مهمة من نجوم الصف الثاني سواء شباب أو كبار في السن، لكن هم أنا مش شايف إن دول إن أدوارهم مكتوبة حلوة قوي، عندهم مساحة تمثيل كبيرة وجيدة، وده اللي مخلي النتيجة طالعة. إنه إحنا عندنا مثلا محمد علي رزق ترند طول رمضان في الصيد العائري، يمكن أكتر من نجمة المسلسل غادة عبد الرازق اللي هي برضو عاملة مجهود السنة دي وعاملة دور لطيف، لكن النجوم الأكتر اللي منورين قوي عند الناس سواء على السوشيال ميديا أو في الشارع هم دول.